بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور ممدوح محمد عصمت معاكم مرة تانية في الحديث عن اللقاحات واللقاحات اللي موجودة في مصر للوقاية ومنع انتشار فيروس الكورونا. قلنا ان الحكومة المصرية عملت مجهودات كبيرة في توفير نوعين من اللقاحات الجيدة، اللقاح الصيني السينوفارم واللقاح الانجليزي اللي عملته شركة أسترازينيكا. فكرة اللقاح ببساطة شديدة جدا ان احنا بندي الشخص السليم ميكروب ضعيف او ميت، او ندي له جزء من الميكروب يحفز الجهاز المناعي ويعمل اجسام مناعية زي ما شرحنا في الحلقة السابقة. الفيروس الكورونا خطورته والقلق والخوف منه والمشاكل اللي عملها في الرئة وفي الكلى وفي اماكن كتيرة من جسمنا ونسب الوفيات أصبح فيه خلت العلماء متخوفين من أننا نستخدم فيروس حي ونستخدمه كلقاح، أن هم يعني يضعفوا فيروس الكورونا ونديه في صورة ضعيفة ولكن حية ونديه للناس. ده ما حصلش يا جماعة. فمبدئيا أحب أطمنكم أن كل اللقاحات الموجودة ما فيهاش فيروس الكورونا الحي. بقول تاني، كل اللقاحات الموجودة سواء اللي بتستخدم في مصر أو خارج مصر لا تحتوي على فيروس الكورونا الحي سواء كان ضعيف او غيره. امال الفيروس اللقاحات بتحتوي على ايه؟ نتكلم باختصار شديد جدا لضيق الوقت. اولا لقاح السينوفارم ده عبارة عن فيروس الكورونا ميت، اذا جاز لنا ان نطلق هذا التعبير، لان زي ما قلنا الفيروس ده ما هوش خلية، لكن بطريقة عامية بسيطة هو لقاح السينوفارم بيحتوي على فيروس ميت لا يستطيع التكاثر ولا يستطيع إحداث عدوى ولا يستطيع إحداث مرض، وده بنديه حقنة في عضلة الدلتويد في الكتف الشمال. بيتاخد جرعتين، بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية 21 يوم. الجرعة الأولى بهدف تحفيز الجهاز المناعي لتكوين أجسام مضادة وخلايا مناعية زي ما قلنا، والجرعة الثانية جرعة منشطة لزيادة المناعة واستمرارها لفترة أطول. ولذلك لقاح الصيني آمن تماما، آمن تماما، أي حد ممكن ياخده، حد كبير في السن حتى لو حتى لا قدر الله عنده أمراض مزمنة أو عنده كانسر أو سرطان أو بياخد أدوية مثبطة للمناعة. وده البروتوكول اللي احنا ماشيين عليه في مصر، إن احنا بنديه للناس اللي ماشيين على أدوية مثبطة للمناعة زي أدوية السرطانات، فالناس تاخده بأمان ما فيش اي مشكله منه. وكفاءته في احداث المناعه جيده، يعني الامارات اعلنت بعد ما استخدمته ان قدرته على احداث المناعه حوالي 86%، وفي دول قالت انها 79، يمكن في دول قالت اقل من كده. يعني معناه ايه؟ ان لو انا طعمت 100 شخص بلقاح السينوفارم ضد فيروس الكورونا هيبقى ان شاء الله 70 منهم مش هيتعدوا او 80 حسب الابحاث اللي اجريت في عدة دول. اللقاح الثاني اللي موجود في مصر هو لقاح أسترازينيكا. ده لقاح الأسترازينيكا اتعمل بتقنية علمية حديثة، يعني احنا في الأسترازينيكا العلماء مش بيديك الفيروس بتاع الكورونا له ميت وله حي، ولا بيديك الفيروس خالص، لا ده بيجيب حتة من المادة الوراثية بتاع الفيروس، جزء بسيط جدا من المادة الوراثية القادر على تصنيع البروتين الخارجي للفيروس. يبقى احنا بنحقن في جسمك المادة الوراثية بتاعة فيروس الكورونا اللي هي الـ RNA، بنسميه RNA الرسول. هذا الـ RNA بيحمل شفرة تصنيع السطح الخارجي للفيروس، السطح الخارجي اللي هو بيمسك في الخلية ويسبب العدوى. يبقى انا عايز ادخل جسمك هذا البروتين الخارجي بتاع الفيروس، البروتين فقط. العلماء فصلوا، جابوا جزء من المادة الوراثية بتاع فيروس الكورونا غير معدي، هذا الجزء هو قادر على تصنيع البروتين فقط، وحملناه على فيروس تاني ضعيف، دخلناه جوه فيروس ضعيف، فيروس اسمه أدينو فيروس، فيروس الغدد، أدينو فيروس. الأدينو فيروس فيروس ضعيف مش بيسبب مشاكل لينا الحمد لله بطبيعته. استخدمنا هذا الفيروس الضعيف وحطينا جواه المادة الوراثية الـ RNA بتاعة فيروس الكورونا، وحقناه برضو في عضلة العضلة الدالة،
بحيث ان الخلايا بتاعت جسمنا تاخد هذه المادة الوراثية وتصنع البروتين بتاع الفيروس الكورونا. يبقى انت بعد شوية اصبح جسمك في حتة من البروتين الخارجي، في البروتين الخارجي لفيروس الكورونا، مش الفيروس يا جماعة، بنأكد. هذا البروتين اللي بقى في جسمك بيحفز الجهاز المناعي، فتتكون خلايا مناعية وأجسام مضادة تبقى موجودة في جسمنا وجاهزة على أهبة الاستعداد، بحيث إن فيما بعد لو الشخص تعرض للفيروس الحي، أخذ عدوى من أي شخص، يبقى جسمه محصن بالخلايا المناعية والأجسام المضادة التي تكونت بفعل لقاح الأسترازينيكا. يبقى تاني اللقاحين آمنين وما منهمش أي أضرار خطيرة لا قدر الله. لقاح الأسترازينيكا برضو بنديه جرعتين، حقنتين، كل حقنة نص ملي في عضلة في العضلة الدالة في الكتف الشمال، وبعد 8 أسابيع إلى 12 أسبوع، يعني بعد شهرين أو 3 شهور، بندي الجرعة التانية. وده اللي احنا ماشيين عليه في مصر، إننا بندي جرعة وبعد 3 شهور بندي الجرعة التانية من لقاح الأسترازينيكا. وردت لنا تساؤلات كتيرة جدا عن لقاح الأسترازينيكا، هنجاوب على بعضها علشان الناس ما تقلقش. احنا عايزين نشجع الناس انها تاخد اللقاح، ربنا هينجينا ان شاء الله من الكورونا بفضله وحكمته وقدرته ولطفه علينا، ولكن مع الاخذ بالاسباب. من الحاجات المهمة جدا زي ما شرحنا في الحلقات السابقة اللي بتساعد على القضاء تماما على الأمراض المعدية، الالتزام باللقاحات. وضربنا مثال مرض الجدري ومرض شلل الأطفال اللي اختفوا من العالم بفضل التطعيم المستمر والتطعيم لأكبر عدد من المواطنين. من ضمن الأسئلة اللي أحب أجاوب عليها وأطمنكم، اللي بتخلي بعض الناس قلقانة وخايفة، هل لقاح الكوفيد يتسبب بالإصابة بالمرض؟ لا، غير صحيح. واحنا أجبنا على السؤال ده، احنا ما بنديش في اللقاحات أي فيروس. فيروس الكوفيد له حي وله ضعيف، مش بنديه في اللقاح. تمام؟ في آثار جانبية للقاح، في آثار جانبية بسيطة زي أي علاج ممكن تاخده، ممكن خاصة مع الأسترازينيكا مكان الحقنة يتألمك شوية، دراعك يحمر يسخن، جسمك يدفى شوية، يزفزف، تشعر ببعض الألم يوم يومين ثلاثة. وبننصح الناس إنها تاخد أدوية بسيطة زي الباراسيتامول بعد استشارة الأطباء لو حدثت هذه الأعراض. لو استمرت الأعراض أكتر من كده علينا باستشارة الطبيب المختص. الأسئلة برضو اللي جات لنا، حد بيقول لي يا دكتور ممدوح أنا أصبت بالكورونا من كام شهر أو السنة اللي فاتت، أخد اللقاح؟ أقول له أخده. صحيح إن العدوى الطبيعية بتعمل مناعة كويسة جدا، لكن إحنا مش عارفين المناعة اللي بتتكون إلى الآن ضد فيروس الكورونا بتستمر قد إيه. الفيروس جديد ولسه مازال تحت البحث وتحت الدراسة. فاللي أخد العدوى من اكتر من 3 شهور، يعني اخذ العدوى من 5 6 شهور 7 شهور او 3 شهور او 4 شهور، اكتر من 3 شهور وجات فرصه ان ياخد اللقاح، ياخده وياخد الجرعتين. من الاسئله اللي جت، مين الناس اللي لازم تاخد اللقاح؟ طبعا الدوله منظمه هذا الامر، بدات بالفرق الطبيه والاطباء والتمريض اللي بيشتغل في مستشفيات العزل، ثم كبار السن والناس اللي عندهم امراض مزمنه، وبعد كده بننتقل للفئه الثالثه اللي هي عامه المواطنين. اللقاحات الفئه العمريه بتاعتها بتتاخد فوق سن 16 سنه، سواء كان بالنسبه للاسترازينيكا او السينوفارم. ايه موانع استخدام اللقاح؟ بصفة عامة أي حد حتى لو عنده مرض مزمن ياخد اللقاح، إلا اللي عنده حساسية شديدة جدا مفرطة تؤدي إلى حدوث صدمة، أو لا قدر الله حساسية عانى منها تؤدي إلى أنه يتنقل للمستشفى وياخد أدوية معينة للحساسية وأكسجين وأدوية أدرينالين. لا، ده بنتعامل معاه بحرص جدا قبل ما نديه التطعيم، ويستحسن أنه ما ياخدش اللقاح. طيب، من الأسئلة التانية برضو اللي وردت، الحوامل والمرضع، بأمانة علمية مفيش معلومات علمية عن موانع اللقاح مع الحمل والرضاعة، لكن احنا بنقول من باب الأأمن ان ما ناخدهوش أثناء الحمل
والرضاعه، خاصه الاسترازينيكا. وبنقول ان السيده المتزوجه اللي بتخطط ان ممكن تحمل خلال شهر او اتنين او تلاته خلال الفتره القادمه، يعني انها تاجل الحمل لحين انها تاخد ما بعد الجرعه الاولى والجرعه الثانيه من اللقاح. يبقى السيده اللي متوقع يحصل لها حمل تاجل الحمل لبعد الجرعه الثانيه من اللقاح. قبل ما تروح تاخد اللقاح تعمل ايه؟ الحاجه الوحيده اللي تعملها انك تحكي للطبيب على اي اعراض عندك، تقول له امتى اصبت بالكورونا، هل عندك اعراض، في ارتفاع في درجه الحراره، جسمك بيوجعك، في اسهال، تقول له على اي اعراض عندك او اي اعراض من حساسيه سابقه لاي نوع من الادويه قبل ما تاخد اللقاح. من الحاجات المهمه اللي احب اكد عليها، اللقاح يا جماعه لما بنديه سواء الكورونا او غيره، الكلام ده على جميع اللقاحات، احنا قلنا بنديه بهدف تحفيز الجهاز المناعي لتكوين خلايا مناعية وأجسام مضادة. تحفيز الجهاز المناعي وتكوين خلايا مناعية ده بياخد وقت، يعني أنا لو خدت حقنة اللقاح النهاردة مش معناها النهاردة أو بكرة بقيت محصن، بقت عندي مناعة من المرض اللي أنا خدت اللقاح ضده، خدت لقاح الكورونا النهاردة بقيت أنا خلاص عندي مناعة فأعيش حياتي وأختلط بالزحمة، لا الكلام ده ما ينفعش، اللقاح بياخد وقت، 3 4 أسابيع على بال ما يكون جهاز، على بال ما الجهاز المناعي يكون أجسام مضادة وخلايا مناعية. ولذلك بنأكد على المواطنين اللي ياخدوا اللقاح أنه يستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من العدوى، يستمر بدون أي تكاسل في البعد عن الأماكن المزدحمة، التباعد الجسدي، عدم الاختلاط، الالتزام بارتداء الكمامة، غسيل الأيدي باستمرار، الكلام ده لازم نلتزم به حتى بعد ما تاخد اللقاح. هل لقاح الكورونا بيتعارض مع لقاحات أخرى؟ أحيانا يجي لي واحد يقول لي يا دكتور أنا كنت هسافر وخدت لقاح مثلا ضد الإنفلونزا الموسمية الأسبوع اللي فات أو الأسبوعين اللي فاتوا، أقول له ما فيش مشكلة نستنى أسبوعين ثلاثة بعد حقنة اللقاح اللي انت اخدتها بتاعت الانفلونزا وندي لقاح الكورونا. لكن لقاح الكورونا ما بنخلطوش مع حاجة تانية يا جماعة، يعني ما بنحطش حقنة الكورونا على حقنة الانفلونزا مثلا وندي التطعيمين مع بعض، لان في بعض التطعيمات بتعطى اتنين وتلاتة مع بعض، زي مثلا لقاح الحصبة والحصبة الالمانية والغدد النكافية اللي بنسميه MMR، دول 3 لقاحات بيتحطوا في حقنه واحده وبنديهم. لا، في فيروس الكورونا، في لقاح الكورونا ما بنعملش كده، لقاح الكورونا بيعطى لقاح منفرد لوحده. المده الزمنيه اللي الشخص جسمه يكون مناعه، قلنا بعد حقنة اللقاح، بعد الحقنه الاولى والثانيه تستمر في اتباع الاجراءات الوقائيه زي ما انت. أحب أضيف حاجة من باب الأمانة العلمية، إن لقاح الكورونا قد لا يمنع العدوى، الكلام ده مهم جدا نفهمه. المناعة بتتكون في جسمنا كويسة جدا مع العدوى الطبيعية أو مع اللقاح اللي يدخل بطريقة شبه العدوى الطبيعية. يعني إحنا عندنا فيروس الكورونا بينتقل بالجهاز التنفسي، فده بيعمل مناعة في الجهاز التنفسي ومناعة في جسمك إن شاء الله بعد ما تخف منها بإذن الله تعالى وربنا يحمينا جميعا. يبقى لقاح الكورونا علشان يعمل لي مناعة في الجهاز التنفسي، مناعة موضوعية ومناعة داخل الجسم، المفروض إن اللقاح يخش برضه بالجهاز التنفسي بخاخة، لكن ده مش متاح، مش موجود، والعلماء ما قدروش يعملوا حاجة زي كده. فإحنا العلماء عملوا لقاح الكورونا بنديه بالحق، الحقنة بتعمل لي مناعة داخل الجسم، لكن الجهاز التنفسي العلوي لسه ما زال عرضة ان انا القط استنشق الميكروب من الخارج وتعدي. يبقى العدوى ما زالت قائمة حتى بعد بعد اللقاح، العدوى ممكن تكون قائمة. امال بندي اللقاح ليه؟ بندي اللقاح علشان العدوى اللي تحصل لنا تبقى بسيطة جدا، ممكن جسمك يتعب او تسخن يوم يومين وتخف تماما،
والحمد لله اللقاح بيمنع المضاعفات، يمنع الفيروس من وصوله للرئة، وصوله للكلى، ووصوله للجهاز العصبي، وصوله للأماكن الأخرى اللي بتؤدي إلى مضاعفات وحدوث جلطات وتليف في الرئة وتؤدي إلى الوفاة. يبقى اللقاح بيمنع المضاعفات الخطيرة اللي بيسببها المرض، وبالتالي يحافظ على صحتنا، وبالتالي يحافظ على نشاطنا ومجهودنا وأدائنا للعمل، وبالتالي بيؤدي إلى إن الحياة تستمر والحالة الاقتصادية تستمر. وأهم من ده كله إن لما مضاعفات الفيروس تقل، المضاعفات الخطيرة اللي هي فيها تليف للرئة وجلطات ومشاكل، هذه المضاعفات اللي بتؤدي إلى إن إحنا ندخل المريض المستشفى ويتحجز وياخد أكسجين ويتحط على جهاز تنفس صناعي ويدخل في مشاكل كتيرة جدا، الحمد لله كل هذه المضاعفات تختفي تماما إن شاء الله مع التطعيم العام والكتير لكل المواطنين. يبقى تاني، لو كل الناس اتطعمت او عدد كبير جدا منا اتطعم، هتقل هذه المضاعفات وهيقل الضغط على المستشفيات وعلى الفريق الطبي. حد من الزملاء سألني، قال لي انه اخد جرعة سينوفارم وبيقول لي عايز اخد الجرعة التانية من الاسترازينيكا. قلت له لا، ما ينفعش، يفضل انك اللقاح اللي خدت منه الجرعة الاولى تلتزم بالتعليمات وتاخد منه الجرعة التانية وفي الميعاد المحدد اللي بتحدده ليك الوزارة. من ضمن الحاجات برضو، شخص بيقول لي يا دكتور انا اصبت بالكورونا الاسبوع اللي فات او بدأت اتعافى وخايف وعايز اخد اللقاح. بنقول له لا، لو انت الاصابة حديثة مر عليها اقل من 3 شهور او عندك اعراض، ما تاخدش اللقاح ضد فيروس الكورونا. هل لقاح الكورونا اللي احنا بناخده في هذا الموسم الفترة دي هنحتاج ناخده تاني السنة الجاية او السنة اللي بعدها؟ الله اعلم. اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عننا هذا الوباء، والحملات التطعيم اللي بتقوم بها الدولة والتزام المواطنين بالتعليمات الإجراءات الوقائية من التباعد الجسدي والالتزام بالكمامات وغسيل الأيدي والبعد عن الزحام، وأهم من ده كله التزام المواطنين في التقدم للجان اللقاح وأخذ التطعيمات ولقاحات الكورونا الموجودة، بحيث إن احنا نطعم أكبر عدد من المواطنين، فمع الوقت هذا العدد الكبير هيبقى عنده مناعة ومش هيصاب بالمرض، وهتبدأ مصادر العدوى والميكروب يبدأ يختفي. أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن هذا اللقاح يكون فعال العمر كله، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وهذا الوباء ينتهي بلا عودة، وربنا يحمينا ويحميكم ويحمي بلدنا ويحافظ علينا جميعا. وكل عام وأنتم طيبين، أرجو إن أكون أفدتكم، ربنا يجعلنا نافعين للغير إن شاء الله. معلش، هو الكلام كان مختصر وبطريقة سريعة. وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.